نقدم لكم علي. علي حرص على حفظ النظام بدقة من حوله، ورقم 20 هو الرقم المفضل لديه، ولعلكم لاحظتم ذلك من خلال امتلاكه 20 زوجا من الجوارب نفسها. فهو يرى الرقم 20 في كل ما حوله، وكل ما يقوم به يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الرقم. حتى عندما قرر شراء سيارته الأولى كان حريصا على اختيار سيارة تناسب ميزانيته. أما عند اختياره لرقم مميز للوحة السيارة فلا مجال للتوفير هناك. يستثنى من هذا الهوس شيء واحد فقط، فما هو؟ ولماذا لا ينطبق عليه هوسه برقم 20؟ شاركونا آراءكم.